المقام الرفيع، الأسرة الثقافية الجزائرية والأسرة الفنية وكذلك الأسرة الإعلامية المهتمة بالشأن الثقافي والفني. الفنون نرحب بالسيدات والسادة ضيوف الشرف حضورنا الكريم، أهلا بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي نتمناها. والإبداع والقيمة والدراما، أحبائي الفنانين
فرسان الإعلام بشكل عام والإعلام الثقافي بشكل خاص، ضيوفنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم جميعا في هذا الحفل الودي، والعيد المبارك يجود علينا وعليكم بأفراحه وبهجته. سعيد سعيد أعاده الله علينا وعليكم بالجمل والبركات والطمأنينة والسلام. الجزائر في قلوبهم نبراسا يضيء أيام أشهر، وكان ذلك، وخرجنا بعديد التوصيات التي قمنا بتسليمها إلى اللجنة التقنية ما بين القطاعية المختلطة ما بين وزارة الثقافة ووزارات أخرى معنية بهذا القانون. وبعد اشتغال 3 أشهر أيضا تم تسليم المسودة، وسنعرضها عليكم حوالي شهر ماي، يعني في 9 ماي مباشرة بعد الجلسات الوطنية المخصصة لقانون الصناعات السينماتوغرافية، حتى تبدون رأيكم فيها قبل أن يعني أن نقترحها على الحكومة ويتم إن شاء الله الموافقة عليها. إلا الهجمات المسعورة التي تطال شباب الجزائر تعتبر تهديدا للأمن القومي. فعلا لم يعد يتعلق الأمر بمجرد الأمر، الآن أصبح قضية أمن قومية، التطرف على اختلاف أشكاله وتعزيز الإيمان بالمواطنة الرشيدة ليكون للجزائرية التي تؤخنا الوطني الذي من أرض طيبة عاملة بأطياف الحضارة. جميعا أرقى التهاني، عيدكم مبارك سعيد، وكل سنة وأنتم بألف خير وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. الدكتورة سوريا مولوجي وزيرة الثقافة والفنون، فضلا وليس أمرا، تحية مرة أخرى للسيدة وزيرة الثقافة والفنون التي نتمناها عادة تدوم. ثقافة مهدي زكريا اليوم بحضور قسم وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة المرئي، عيد الفطر المبارك، ونفس الأجواء تعيشها كل ولايات الوطن. السيدة الوزيرة تواصل تقديم تهاني عيد الفطر المبارك السعيد لباقي الأسماء الثقافية والفنية والإعلامية التي تحضر. انا شوف قاع الاعمال قاع شابين قاع حقيقي. اسمع سيبيا دابا بليزير برودوي باش كل واحد يشوف واش يحب. لا
وجود أسماء كبيرة قدمت ولا تزال الكثير لفن الجزائري. يحضر معنا أصوات وسط الجنوب الوطن حضر معي فضلي معي. تقولي لنا حاجة، تقدمي لنا استخبار، تقدمي لنا مقطع بشكل عفوي. الفرقة الموسيقية راهي هنا، أعطونا تحية كبيرة من فضلكم لأمل وهبي. أولا صح عيدك، هذا هو اللي ننتهي بصح. تفضلي. صح عيدكم، سمحوا لي صح عيدكم. سعيدة جدا لوجودي معاكم في هذا كما يقولوا اللمة الجميلة اللي هي وزارتنا الجميلة اللي يعني صلينا باش نتلاقاو باش نعيدوا مع بعض باش نتعرفوا على بعض. على بالكم انا ما جيتش ما تلاقيتش معاكم ومع كثير منكم من خمس سنين من لورا. يعني je suis très heureuse d'être avec vous parmi vous. Je vous aime énormément. Vous avez fait des progrès dans tout. المبادرات هذه تقدر تمدلنا اولا الامل رد الاعتبار وباش كل الفنانين يحسوا روحهم يعني عائلة واحدة. شكرا لوزيرتنا الجميلة. يلا تحية كبيرة وفضلكم للدكتورة سوريا مولجي. أما أنا كنت قلت في البداية أنه لازم باقي الخيالة بعطوا وراك الخيالة يا بنت بيقول لك خالك دقت قلوب على كل خالك بفتح دروب الخيالك لو كانت عيونك ميالة. هاي معي يا بنت بيقول لك ابوكي ما تطلعيش في الايالة كل العيون لما شافوكي بعتوا وراك الخيالة. ميرسي صحيتكم تندم اخر حال معالي الوزيرة اللي جمعتنا في هذا اليوم المبارك وبهذه المناسبة السعيدة. تحياتي لكم وكل الجمهور الجزائري وكل الشعب الجزائري. شكرا للشابة دليلة وحسن. شكرا سيدة. وقام الفرقة الموسيقية. اي مساء الخير عليكم وصحة عيدكم. سي ان غران اونور دو بارتاجي سو مومون انوبليابل. ونقولكم بيان سور فوزات ما دوزيام فامي و ميرسي ميرسي بوكو و نوتر مينيستر ما شاء الله عليك وتبارك الله عليك و كاع هاد الحضور الهام. نقولكم صحة عيدكم تعيدوا وتزيدوا عقوبة العام الجاي وان شاء الله نكونوا توجو عند حسن ظنكم. ميرسي.
يلا فوت مشي فيك مشي فيا انا انسي درتي على الناس ونسيتي الحنانة انا منوليش معاك انا فقري وتقطعي Hey, got me. حلمت عليك هاد الخضرة من والليل تشامي وتبقى غير انت من وليلك تبقى غير انت من وليلك يا لفوت مشي فيك مشي فيا انا وانتي درتي على الناس ونسيتي الحنانة وما نوليش معاك انا بقدري انا Merci.
شكرا شكرا تعيدوا تعاودوا عقب العام الجاي تسالوها ميرسي. شكرا وكل عام وانتم بخير. لك صحة دليلة بارك الله فيك، حسام بارك الله فيك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، يعطيكم الصحة ومرحبا بكم في كل وقت. تعطونا تحية كبيرة لثنائي الرائع يقدمون هذا الوصراح. نروحوا لطبوع غنائية أخرى ونذكر أنه بعد قليل راح نشاهد على الشاشة. اليوم رأينا نعيش هذه الأجواء هنا بقصر منذ صبيحة اليوم في مختلف ولاية الوطن الحبيب. 150 ولاية مديرية الثقافة والفنون نظمت نفس اللقاء مع من الفنانين والفنانات. إن شاء الله إن شاء الله كل عام والفن في الجزائر بخير. شكرا لك أسيك شعرك شعري طيب. قبل ما نسجلوا صوت ماذا تفعلين هنا؟ بالمنظور الخاص راح ناخذوا صورة للذكرى وزيرة الثقافة والفنون لأنها تؤمن بشكل أول ساعة دوري أن الإعلام شريك. يا رب راني شادة يا ربي يكون معاك ولا شو سيدي أرواحها مع ولد الحاج. اليوم ولاد العمالقة الحاج محمد طاهر الفرقاني عبد الحميد عبد الحميد عم حاب ضايت عنده في الريستورون في باريس في بيرفيل عاوبا نقول لك وباباك مسكين قبل ما يمجد 73 هذه الحكاية هذه الحكاية ربي يرحمه ويستر معنا أمين تيتي يا عيمة ربي يرحمها كل مرة ربي يطول عمرك هل غيت خالك يا بكم كل ورد تنزلنا بيها سحيا بكم كل ورد تنزلنا بيها كأنكم في عيون الناس أقمار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا الله كأنكم كأنكم في عيون الناس أقمار أمان أمان عشق ممحون نار الهيبة عشق ممحون نار الهيبة عشق ممحون نار الهيبة يبتشعل الزين حتى يصيبة ما تقربني وعلى راسي تخرجني أو على ناسي عن جهلك يا ربي مقاسي خالي وميسن بيسن بمشي وفيا وعشق ممحون نار الهيبة عشق ممحون نار الهيبة عشق ممحون نار الهيبة
حتى لا يصيبها. شكرا بخيركم. ابدعت. شكرا. شكرا. ما شاء الله. ربي يحفظك ان شاء الله. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وربي يحفظ الثقافة الجزائرية والتراث الجزائري إن شاء الله دائما بخير إن شاء الله. ونحن دائما في خدمة التراث الجزائري وهذا من القلب. صح. ربي يهديكم. مادام كاين شباب كيما انت يحافظوا على هذا التراث الأصيل لا خوف على التراث الجزائري. إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. أكيد فنان ابن فنان وكذلك محمد طه الفرقاني ترحموا عليه اليوم ونحيي كذلك سليم الفرقاني كل عائلة الفرقاني أكيد الأصيلة أكيد وراح نروحوا إلى وللقصر المعلوم تلقى خبى ليالي لو نطري يعود عليا ما بيقول هالشعر راو في حالي وقال يا نغرد في الخلايا والدي نحسبك حذايا نغرد في الخلايا
النساء يا نجيب ما بقى ما الورد بالروض ما الورد بالروض أبهج منكم يا من لقاكم فرح وسرور وخير ونعم ريت اللي يحسد جمالك ريت اللي يحسد جمالك نور طرفون عم يا عيني أشوى ولا يوم أشوى ولا يوم عن عيني أحد حاجبك البدر أضحى غفيرك والنجم حاجبك قل ليش عملت فؤادي ما فعل حاجبك يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا خواني وانتم اهلي وعواني صلاة على محمد وطه العدناني خواني يا خواني وانتم اهلي وعواني صلاة على محمد وطه العدناني Je suis très heureuse de retrouver tous les artistes. Merci les habibis. طول في عمرك ان شاء الله. ونبدأ الى الاغنية الليلة. Yeah.
الأمسية اللي رانا نحتفلوا بها. من غيرك ما نديرو في بالي يا غزالي تشقى وتتعب تحس عليها شرق وغاب بالك تعنيك شي تشوف خيالي يا غزالي أبدا عمري ما نسيت تلفت لورايا الماضي راني غلقت الباب وقضيت عليه مضت حوامل كلها حتى للنهاية ما باقي بالباب غير راح بعد الغوالي قل لي شي ما صار ما قصتوني الحكاية طفعت الشموع وطاح لي نسيان عندي القلوب تاع محال عمري ننسى نكرى الخير والحسان جرحتي قلبك بيدي الغيرة من الريان فزتي عليهم بزينك لحنانات وبرخان نسيتي فالك وحبيبك خليتي القلوب تاع نسيتي فالك وحبيبك قبلتم الدعوة كل باسمه شكرا تلبية دعوة وزارة الثقافة والفنون شكرا جزيلا لك صور علي الذكرى ونعود ونختم بي